ربما لا تعلمون أهمية وجود حبات هيدروكسيد الصوديوم في منازلكم، ولكن حذاري منها لأنها مادة خطرة، وخصوصا عند اتحادها في الماء لأنها ناشرة للحرارة. فإذا كان لديك في المنزل مغسلة وهناك مشكلة ما في الأنابيب لأنها تعاني من إغلاق جزئي لها، فإنك تستطيع حل هذه المشكلة بأن تضع قليل من حبات هيدروكسيد الصوديوم في المغسلة، ثم تضيف إليها القليل من الماء الساخن. ولكن نؤكد، احذروا منها وأبقوا عيونكم بعيدة، فالتفاعل ناشر للحرارة ويمكن أن يحدث أيضا فرقعات. بعد هذه الإضافة سوف نلاحظ أن المجاري قد أصبحت نظيفة، ويمكن أن نجري مقارنة بين سرعة تفاعل هيدروكسيد الصوديوم NaOH وسرعة تفاعل KOH، وهما عبارة عن أساسين قويين، ولكن هل يتفاعلان مع كل المواد وبنفس السرعة؟ لاختبار ذلك نأتي بقطعتين من ورق الألمنيوم متماثلتين زينة كل منهما 5 جرام، ونجعلهما على شكل كرتين، ثم نأتي بكأسين يحوي كل منهما على 10 جرام من الماء. نضع في الأول 5 جرام من NaOH، وفي الثاني أيضا 5 جرام من KOH، ثم نضع كرة الألمنيوم الأولى في الكأس الأول والكرة الأخرى في الكأس الثاني، فنلاحظ بأن تفاعل الـ NaOH أي هيدروكسيد الصوديوم مع الألمنيوم أسرع من تفاعل KOH مع الألمنيوم، أي أسرع من تفاعل هيدروكسيد البوتاسيوم مع الألمنيوم. ولننتبه بأن التفاعلات ناشرة للحرارة. وفي هذا الدرس لليوم سنتعرف على مركبات تحرر عند انحلالها في الماء أيونات مشتركة هي أيونات الهيدروكسيد OH سالب. هذه المواد بالمطلق تدعى المواد الأساسية أو بين قوسين القلويات. ومن الأمثلة على ذلك نلاحظ هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم الذي يتميز بالصيغة الجزيئية NaOH، وصيغته الأيونية Na موجب زائد OH سالب. نلاحظ في الصيغة الأيونية وجود أيون واحد من أيونات الهيدروكسيد، أي أن عدد الوظائف الأساسية هو واحد. في مثال آخر وليكن هيدروكسيد الألمنيوم، صيغته الجزيئية AlOH على القوس 3، صيغته الأيونية Al زائد 3 زائد 3 OH سالب. نلاحظ في الصيغة الأيونية وجود ثلاث أيونات من الهيدروكسيد أي OH السالب، أي أن عدد الوظائف الأساسية هو 3. أيضا في مثال آخر وليكن هيدروكسيد الكالسيوم الذي صيغته الجزيئية CaOH على القوس 2، صيغته الأيونية Ca زائد 2 زائد 2 OH سالب. نلاحظ أنها تحتوي على أيونين OH سالب، أي أيونين من أيونات الهيدروكسيد، وهذا يعني أن عدد الوظائف القلوية هو 2. نستنتج من الجدول السابق أن الأسس تحتوي على أيونات الهيدروكسيد OH السالبة،
في صيغتها الأيونية. وعدد الوظائف الأساسية يساوي عدد أيونات الهيدروكسيد في الصيغة الأيونية للأساس. وسنثبت من خلال التجربة التالية أيضاً أن المحاليل الأساسية ناقلة للتيار الكهربائي. لذلك لنأتي بكأس يحوي محلول مائي يحوي مشعر عباد الشمس الأخضر، ونصل الكأس إلى مقياس أمبير الكتروني. نلاحظ أن المقياس يعطي دلالة 0.23 أمبير، أي أنه يوجد ناقلية للتيار الكهربائي. نضيف ملعقة من هيدروكسيد الصوديوم إلى الكأس. أولاً نلاحظ أن اللون يصبح أزرق، مما يدل على تشكل محلول مائي لـ NaOH، وهو عبارة عن محلول أساسي. الملاحظة الأخرى إن دلالة مقياس أمبير تتغير، مما يدل على زيادة في الناقلية. الآن نضع في الكأس دارة تحوي مصباح. نلاحظ إضاءة المصباح، مما يدل على أن المحلول ناقل للتيار الكهربائي لأن المصباح يضيء. كما تختلف ناقلية المحاليل الأساسية للتيار الكهربائي أيضاً باختلاف قوة الأساس. فالأسس القوية تحوي محاليلها على عدد كبير من الأيونات الحرة، فناقليتها تكون كبيرة، كما أن إضاءة المصباح تكون شديدة، وهذا الذي يدلنا على قوة الأسس. أما في حالة استخدام الأسس الضعيفة الذي يحوي محلوله عدد قليل من الأيونات فتكون ناقليته ضعيفة، ونستدل على ذلك من أن إضاءة المصباح تكون ضعيفة. بالإضافة إلى ذلك فإن محاليل الأسس تتفاعل مع الأملاح أيضا. ففي التجربة التالية التي نأخذ بها بيشر يحوي كمية من NaOH، نضيف إليه محلول كبريتات النحاس CuSO4، طبعا الإضافة تكون تدريجيا، نلاحظ تشكل راسب هلامي أزرق اللون. الآن نضيف كمية كبيرة من كبريتات النحاس فنلاحظ تشكل الراسب، ويتم ذلك وفق المعادلة 2 NaOH زائد CuSO4 يعطي Na2SO4 زائد CuOH على القوس 2، وهذا CuOH على القوس 2 هذا هو عبارة عن هيدروكسيد النحاس الذي يمثل الراسب الأزرق الهلامي. نأخذ محلول NaOH أي هيدروكسيد الصوديوم، ونضيف إليه كمية من الفينول الفتاليين وهو عبارة عن كاشف، حتى يصبح اللون أحمر دلالة على قلوية الوسط، أي أن الوسط أساسي. ثم نضيف إليه تدريجياً وبحذر كمية من محلول حمض كلور الماء HCl، فنلاحظ اختفاء اللون الأحمر ويعود اللون الشفاف إلى الكأس، مما يدل على أن الوسط قد أصبح معتدلاً. هذا يدل على أن الحموض تتفاعل مع الأسس، وكما هو معلوم فإن تفاعل الحموض مع الأسس ينتج كمية من ملح والماء. نذيب 0.2 مول من هيدروكسيد البوتاسيوم في الماء المقطر، ونكمل حجم المحلول إلى 1 لتر. فإذا أردنا أن نكتب معادلة تأيون هيدروكسيد البوتاسيوم فإننا سنجدها على الشكل KOH يعطي K موجب زائد OH سالب. هذا السهم يدل على أن الأساس قوي، تأيونه تام. أما إذا أردنا حساب التركيز المولي لمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم في المحلول فإننا نلاحظ أن التركيز المولي يعطى بالعلاقة N على V، أي أن التركيز المولي يمثل النسبة بين عدد مولات الأساس في المحلول إلى حجم المحلول، أي 0.2 على 1 يساوي 0.2 مول على لتر.
نحل 2 جرام من أكسيد المغنيسيوم في الماء المقطر فيتشكل هيدروكسيد المغنيسيوم. فإذا أردنا التعبير عن التفاعل الكيميائي الحاصل بمعادلة سوف نجد أنها من الشكل MgO زائد H2O يعطي MgOH على القوس 2. إذا أردنا حساب كتلة هيدروكسيد المغنيسيوم المتشكلة فإننا نكتب المعادلة التي تعبر عن التفاعل الحاصل MgO زائد H2O يعطي هيدروكسيد المغنيسيوم MgOH على القوس 2. فإذا أخذنا بعين الاعتبار النسب التفاعلية أي أنه كلما تفاعل 40 جرام من أكسيد المغنيسيوم سوف ينتج لدينا 58 جرام من هيدروكسيد المغنيسيوم، فمعناه ذلك أنه عندما يتفاعل 2 جرام من أكسيد المغنيسيوم سوف ينتج كمية مجهولة من هيدروكسيد المغنيسيوم. بالحسابات الرياضية من خلال التناسب نجد أن الكتلة تساوي 58 مضروبة ب 2 مقسومة على 40، أي أن كتلة الأساس الناتج هي 2.9 جرام.